عمرني حسيت براسي ان شي حد يقدر يغلبني في الحياه ويقول لي لا غادي رجال. بالعكس حيت يقول لي شي حد رجال كنضحك تقول انا ماشي رجال انا زحافه. الرجال هو اللي كيبدا يدير بوحدو. يا ريتني كنت هكذا كان راه ما كاين والو. قالت المصطلح الله يرضى عليك ما تنقصليش من الدبلوم ديالي. انا كنحس براسي غاليه عند الله سبحانه وتعالى. ما عمرني حسيت براسي انني رخيصه. وكنفتخر بالاعاقه ديالي. علاش؟ انني كنت واحد الوقت كنمشي على ركبي ما كان عندي لا موتور لا والو. حتى درت شي 40 سنه وانا كنمشي على ركبي كنخرج للسوق وكنركب وكنحس بواحد الذوب واحد سميتو لما تندوز وكنسمع شي حد قال سبحان الله شوف هاد البنت كذا اخلق الله ما يشاء. معنيتها انا امن ان الله سبحانه وتعالى خلقني سبحه في الدنيا باش يسبحوا بيا لله. تعجبني نوصل حدا شي رودون ونوقف نشوفها. علاش؟ تنقول لي شوف هنايا مدفون فيه اللي بعيني واللي بصر واللي زحاف واللي برجلي واللي غني واللي فقر واللي قارن. علاش انا بغيت نتنط راه نعيش في هاد الدنيا بعدا نضحك ونشط وراه جايه لهنا جايه بحالي بحالهم. اللي خاصني هو لصق الحروف. اما سميتو راه الحياه كتقرب كتوعيك كتوريك بزاف ديال الحوايج. انا ما عمرني قريت الحمد لله. مشيت حتى كبرت دخلت بغيت نشوف القسم بغيت نشوف الاجواء القرايه كي داير. دخلت واحد العام للتحضيره وانا عندي 16 سنه فوريك قريت شي حروف وشفت الاستاذ كيفاش زدت في حالاتي وصافي المهم طليت. ديما تنقول لي يا ربي الصحه والسلامه وستر مولانا وش 100 مليون ما نقصر يا ما زايده ريال صافي.